تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أنه النهاردة الطقس هيكون معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر، ومائل للحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وحار على جنوب البلاد. عشان نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الطقس النهاردة معنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك أستاذ محمد، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. يا أهلا بك يا فندم. أخبار حالة الطقس النهاردة؟ احنا طبعا ما زلنا بنشهد انخفاض في قيم درجات الحراره في معظم محافظات الجمهوريه، اجواء خريفيه معتدله بشكل كبير خلال فترات النهار وكمان خلال فترات الليل، لان مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا معظمها قادم من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، كتل هوائيه معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، وتعتبر كمان دي المعدلات الطبيعيه للوقت ده من السنه. متوقع عظمى على القاهره الكبرى خلال فتره النهار ان هي تكون 29 درجه مئويه، فبالتالي الاجواء الخريفيه المائله للحراره فتره النهار في المحافظات الشماليه سواحلنا الشماليه الوجه البحري القاهره الكبرى، حر في المحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء وكافه محافظات الجمهوريه، قيم درجات الحراره فيها حول المعدلات، مفيش اي ارتفاعات في اي محافظه من محافظات الجمهوريه. كمان الانخفاض اكثر ملموس فترات الليل، فترات الليل متاخره او فترات الصباح الباكر، اجواء مائله للبروده في معظم محافظات الجمهوريه، خاصه كمان المدن الجديده الاماكن المفتوحه او حتى كمان المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير. احنا صغرى فتره الليل متوقعه ان هي تكون ما بين 20 و21 درجه مئويه في القاهره الكبرى والمدن الجديده اقل من كده كمان، خاصة إن احنا هيبقى في فترات المساء وساعات الليل متوقع نشاط نسبي للرياح، سرعات الرياح ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة، وجود نشاط رياح كمان يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل، يخلينا نحس مفهوم طبعا بعض البرودة طبعا، ويخلينا ده في فترات المساء وساعات الليل. وطبعا معانا الظاهرة الجوية دايما بتبقى في حالات استقرار في الأحوال الجوية، الشبورة المائية فترات الصباح الباكر، ساعات الليل المتأخرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، لكن هي أيضا شبورة مائية خفيفة سرعان ما بتختفي مع سطوع أشعة الشمس، ما بتأثرش تماما على حركة المرور، ويمكن هي أحوال جوية خارجية مستقرة في أغلب المحافظات، ومتوقع كمان استمرارها على مدار هذا الأسبوع. يعني احنا على مدار هذا الأسبوع كله إن شاء الله مفيش أي ارتفاعات في قيم درجات الحرارة، هتظل العظمى على القاهرة الكبرى من 28 ل 29 درجة مئوية خلال فترة النهار، حتى كمان فرص الأمطار ثلاثة تماما من كافة المناطق. بس مهم في الفترة دي من السنة ناخد بالنا بشكل كبير من فروق قيم درجات الحرارة بين النهار والليل. صحيح. دايما مع وجود أشعة الشمس في دفء، لكن مع غيابها فترة الليل في برودة، وده ممكن يصيبنا بنزلات البرد، فبنأكد الملابس الخريفية لو احنا بنخرج فترات الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر، معانا جاكيت خفيف حتى نرتديه لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره تجنبا لنزلات البرد، ومهم القياده تكون بهدوء تام فتره الصباح الباكر مع السبوره المائيه. صحيح. وطبعا اكيد لازم نتابع النشرات الجويه بصوره يوميه لان احنا في الخريف وهو فصل التقلبات الجويه لحد اسبوع. صحيح. فانا كل شكر ليك دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي هنتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده بالتفصيل. هنبدا من القاهره العظمى فيها 29 والصغرى 21، العاصمه الاداريه العظمى 30 والصغرى 20، الاسكندريه العظمى 28 والصغرى 20، العلمين الجديده العظمى 27 والصغرى 19، مطروح العظمى 26 والصغرى 20، دمياط العظمى 27 والصغرى 22، بورسعيد العظمى 27 والصغرى 23، الاسماعيليه العظمى 29 اما الصغرى ف 19، السويس العظمى 29 والصغرى 19، العريش العظمى 27 والصغرى 18، كاترين العظمى 26 والصغرى 13، طابة العظمى 28 والصغرى 21، حلايب العظمى 30 والصغرى 23، اما شلاتين فالعظمى 32 والصغرى 25، شرم الشيخ 32 و24، الغردقة العظمى فيها 33 والصغرى 23، الفيوم العظمى 30 والصغرى 18، بني سويف العظمى 30 والصغرى 18، الوادي الجديد العظمى 33 والصغرى 18، أما أسيوط فالعظمى 31 والصغرى 18، سوهاج العظمى 32 والصغرى 19، إنا العظمى 35 والصغرى 21، الأقصر العظمى 35 والصغرى 21، أما أسوان فالعظمى 35 والصغرى 22. حبينا نطمن حضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. مرة تانية نرجع لمصطفى وبسنت. شكرا لك يا شاذلي.